هات هات الأدلة. خذ أولا، ألم يقل عمر بن الخطاب نعم البدعة هذه؟ هذه أول شبهة. ألم يقل عمر بن الخطاب حين دخل وقد جمع الصحابة على أبي بن كعب ورآهم يصلون بصلاة قارئهم أي إمامهم أبي بن كعب رضي الله عنه، قال نعم البدعة هذه، كيف ترد؟ قال الحافظ ابن رجب: وكل ما ذكر على ألسنة السلف الصالح من البدعة فيراد بها البدعة اللغوية، فيراد به البدعة اللغوية. قال الحافظ ابن كثير: البدعة قسمان، بدعة شرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والقسم الثاني بدعة لغوية، ومنه قول عمر بن الخطاب نعم البدعة هذه. الحديث رواه البخاري وغيره، وخذوا التفصيل: دخل عمر بن الخطاب المسجد النبوي في ليلة من ليالي رمضان فوجد الناس أوزاعا متفرقين، منهم من يصلي التراويح لنفسه، ومنهم من يصلي ويصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: أرى أن أجمع الناس على إمام واحد، ثم عزم على ذلك وجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرج ليلة أخرى والناس يصلون خلف أبي بن كعب، فلما رآهم عمر قال: نعم البدعة هذه، والذين ينامون عنها أو التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، أي والذين ينامون عن صلاة التراويح في أول الليل ليقيموا الصلاة في آخر الليل أفضل من الذين يقيمونها في أول الليل، والتي ينامون عنها أي أول الليل أفضل من التي يقومون أي في أول الليل. هذا قول عمر. أقول نعم البدعة هذه، هل يقول عاقل على وجه الأرض أن عمر بن الخطاب مبتدع في الشرع؟ أو يقر بدعة شرعية لم يأتي بها سيد البشرية؟ هل يقول عاقل بهذا؟ لا ورب الكعبة، وإلا فهو ضال مضل. ثم أليست هذه العبادة التي يقول عنها عمر بهذه الطريقة نعم البدعة هذه، أليس لها أصل في دين رسول الله وفي فعله هو بأبي وأمي وروحه؟ ألم يصلي رسول الله التراويح إماما بالصحابة 3 أيام متتالية؟ فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني ضاق المسجد بالصحابة ينتظرون المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم رسول الله إلا لصلاة الفجر، ولما صلى النبي الفجر التفت إليهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه لم يغب عني مقامكم، أنا أعلم أنكم كنتم تجتمعون بالمسجد، إذا لماذا لم تخرج إلينا يا رسول الله لتصلي بنا صلاة التراويح كما صليت بالصحابة في الليالي الماضية؟ فقال الحبيب الرحمة المهداة: ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها، صلى الله عليه وسلم. إذا صلى النبي التراويح جماعة، ففعل عمر له أصل في السنة وفعله صاحب السنة. ثم اسمع مني: حتى ولو لم يفعله رسول الله، حتى لو قال قائل الرسول ما صلش التراويح جماعة بالمسلمين على الدوام، لماذا فعله عمر؟ أقول: ولو لم يفعله رسول الله وفعله عمر فنحن مأمورون باتباع عمر، حتى لو ما عملش النبي وعمل عمر، أنا وإنت نتبع عمر بأمر رسول الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أولم يقل نبينا: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر؟ حتى ولو لم يفعل رسول الله فلنفعل
فعلا فعله عمر، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله والثقة والطمأنينة، لأن سنة الصحابة من الخلفاء الراشدين المهديين سنة يجب علينا أن نتبعها، إن كانت السنة للوجوب بالدليل كما أمرنا سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: اقتنعنا جزاك الله خيرا، فما ردك على قول عبد الله بن مسعود، على قول رسول الله: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، ثم كيف ترد على حديث رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد إلى يوم القيامة، وفي لفظ: من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والجواب على هاتين الشبهتين بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالرد على الشبهة الثانية: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا لرسول الله، ولكنه يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر بطوله رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وغيرهما، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فابتعثه الله برسالته ونبوته، ونظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، وقد أجمعوا على خلافة أبي بكر. هذا هو الأثر. فابن مسعود يستدل بإجماع الصحابة على خلافة الصديق، وما رآه الصحابة، الإجماع الصحابي أو إجماع الصحابة حجة، وما أجمع عليه الصحابة حجة، ما رآه المسلمون، يقصد الصحابة من إجماعهم على خلافة أبي بكر، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. طيب، ما ردك على الشبهة الثالثة؟ كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من وزره شيء. أنا أقول: من يذكر هذا الشطر من الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما، الذي يستدل بهذا الشطر فقط دون أن يذكر الحديث بطوله، كمن يستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. يا عم أكمل الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أو كمن يستدل بقول الله تعالى: فويل للمصلين. يا سيدي أكمل الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحديث بطوله من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله، قاعدين مع النبي في صدر النهار، فجاءه قوم عراه مجتابي النمار متقلد السيوف. تدبر الحديث، جلسين مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول النهار، دخل على النبي رجال أقوام عامتهم من مضر، بل قال كلهم من مضر، قبيلة عراه ثيابهم رثة ممزقة، مجتابي النمار. النمار جمع نمرة، والنمرة هي العباءة من الصوف المخطط الممزق. قوم عراه.